السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض وصفة من أسهل الوصفات اللي ممكن تجربوها للبسبوسة، وناجحة جدا يا جماعة، وأحلى وصفة ممكن تجربوها للبسبوسة، وسهلة جدا وبسيطة ومكوناتها سهلة ومفيش فيها أي صعوبة، ومش هتاخد منكم 10 دقايق. واللي ما بتنجحش معاه البسبوسة الوصفة دي هتنجح معاه، يعني لأنها بقول لكم يعني هتنجح معاكم من أول مرة. سهلة جدا وبسيطة ومفيش فيها اي يعني اي افتكاسات، سهله جدا خالص ومكوناتها بسيطه، مش هنستخدم فيها ولا زبده ولا سمنه ولا الكلام ده. إيه، تعالوا بس معايا كده، ندخل معايا كده في الخطوات، واللي عايز كده ينجح مع البسبوسه تابعوا معايا بس الفيديو عشان نقول مع بعض اسرار نجاح البسبوسه، وايه الحاجات اللي ممكن تخليها تبوظ مننا والوصفه يعني ما تنجحش. شايفين شكلها عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، مرمله جدا وطريه وحاجه كده، بسم الله ما شاء الله، احلى وصفه هتجربوها وانا متاكده من كده. اللي هيجربها هتعجبه جدا جدا، زي بتاعه المحلات بالظبط، زي ما بنشتريها من عند الحلواني، طريه كده ومرمله، تحفه بجد. يلا بينا ندخل في الخطوات. معايا هنا كوب من الحليب، الحليب لازم يكون بدرجه حراره الغرفه، المكونات كلها لازم تكون بدرجه حراره الغرفه، ومعايا كوبايه من الزيت، ومعايا هنا كوبايه من الزبادي او الروب، ومعايا هنا نص كوباية من السكر، ورشة من الفانيليا، وممكن نستخدم بدل الفانيليا دي ممكن نستخدم الفانيليا السايلة. هنقلب كده كل المكونات مع بعض عشان تمتزج كده مع بعضها، نقلبها كويس كده لحد ما السكر يدوب والمكونات كلها تمتزج ببعض زي ما حضراتكم كده شايفين. نقلبها كويس جدا، لان طبعا مجرد ما بنحط السميد احنا مش هنقلب كتير. هحط بقى دلوقتي كوبايتين من السميد، كوبايتين كبار، وعليهم نص كوباية كده من جزء الهند المبشور، وهنضيف عليهم معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وهنقلب بقى كده البسبوسة. يا جماعة هنقلبها بالراحة خالص، البسبوسة مش بتتقلب كتير. من أسباب نجاح البسبوسة إن احنا ما نقلبهاش كتير، لو قلبناها كتير هتنشف مننا وهتعجن كده، ومش هت... يعني هتنشف وهتبقى مكتومة، مش هتبقى حلوة. ده اكتر سبب ممكن يخلي البسبوسه تبوظ معاكي. احنا بس بنقلب من تحت لفوق زي ما انتم شايفين كده بالراحه خالص، تقلبتين تلاتة كده، مجرد ما المكونات تمتزج مع بعض خلاص بنسيب المعلقه وما بنقلبش تاني زي ما انتم شايفين كده. بس كده خلاص خلصت التقليب فيها. هجيب بقى صينيه، مقاس دي مقاس 26، هندهنها بقى كده بقطعه من الزبده علشان بس تدي يعني تدي ريحه حلوه للبسبوسه وتديها لون حلو من تحت. الزبده بتديها لون حلو من تحت احسن من الزيت. نغلف كده الصينيه كلها بالزبده، وهنجيب بقى الخليط ونصبه في الصينيه يعني. طيب التسويه يا جماعه بتكون على في فرن بيكون مسخنينه من قبلها، يعني لازم البسبوسه بتدخل على فرن ساخن وعلى درجه حراره عاليه، بنحطها اول 5 دقائق على درجه حراره 250، وبعد كده بنهدي درجه الحراره بنخليها 160، وبنحطها في الرف اللي في النص، الرف اللي في النص يعني على الشبكة أو الرف اللي هو العادي، مفيش مشكلة. بس كده هندخلها بقى الفرن تستوي. على ما تدخل بقى الفرن كده هنجهز الشربات بتاعتنا. معايا هنا كوبايتين كبار من السكر، وهضيف عليهم 3 كوبايات من المية. شربات البسبوسة ما بيكونش تقيل قوي، يعني لا تقيل قوي ولا خفيف قوي، بيكون وسط كده. وهنضيف قطعة من الزبدة لأنها بتدي لون حلو كده للشربات، وهنضيف رشه من الفانيليا، وهنقلب كل المكونات مع بعض، وبعد كده نرفعهم على النار. هنقلبها مجرد ما بنرفع الشربات على النار ما بنقلبش تاني علشان الشربات ما تسكرش مننا. بنحطها اول في الاول على درجه حراره عاليه، واول ما بتغلي كده بنهدي عليها النار لمده 10 دقائق وبعد كده بنطفي. شربات البسبوسه بيكون سخن، يعني انا عايزاه سخن مش عايزاه ساقع. خلاص بقى كده، كده بقى بعد ما الشربات كده خلصت خلاص بعد 10 دقايق طفيت عليها وبقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بس كده نسيبها بس على جنب تهدى شويه ما تسقع عشان عايزاها تبقى سخنه. هنسيبها بقى على جنب كده، وبعد كده هنطلع البسبوسه. زي ما انتوا شايفين كده الشربات بتكون وسط، لا خفيفه قوي ولا تقيله قوي. هنطلع بقى الصينيه، مجرد ما بنطلع الصينيه بقى بنسقيها بالشربات وهي سخنه، هنسقيها يعني بالشربات. شايفين بقى طبعا عشان تعرفوا ان البسبوسه نجحت معاكم بتلاقوها بتشرب كل الشربات. البسبوسه بسم الله ما شاء الله شربت كل الشربات اللي معايا. برش عليها كده رشه من جوز الهند او اي بقى اي تزيين انتوا عايزين تزينوا بيها، وهقطعها بقى كده وهنشوفها بقى مع بعض دلوقتي. يبقى اسباب نجاح البسبوسه يا جماعه ان احنا ما نقلبهاش كتير
ولازم تكون سايله. يعني لو حسيتوا ان هي العجينه مش سايله كده وحسيتوا ان هي تقيله شويه، نزودها شويه حليب، تمام كده. وممكن نستخدم بدل الحليب السايل ممكن نستخدم حليب بودره. حليب البودره كل كوبايه ميه بيكون ليها معلقتين حليب، من معلقتين كبار من الحليب البودره. شايفين بقى عامله ازاي؟ ما شاء الله، شايفين طراوتها وشايفين بقى مرمله وطريه جدا، تحفه بصراحه. اتمنى ان انتوا تجربوها، لو جربتوها ان شاء الله وعجبتكم يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات. احلى وصفه بصراحه هتجربوها للبسبوسه. اسيبكم في حفظ الله، مع السلامه.